السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعين الكرام. اليوم جاني سؤال الصبح وصراحة أثار اهتمامي، لأن الأعراض تدل على وجود جلطة، فانطيت هذا السؤال رقم 12 وانطيته عنوان أعراض الجلطة تختلف عن أعراض الانزلاق. يعني أنت اليوم إذا أجتك أعراض لازم تعرف منين جاية وليش جسمك يسوي حوار وياك. اللي يعرف يتحاور ويا جسمه راح يعرف الإعازات اللي ينطيه إياه. يبقى هنا درجة الوعي وثقافة الشخص والمعلومات اللي يستلمها من جسمه شلون يتعامل وياها. إذا ما قدر لازم يطور معلوماته. بالنهاية أنت لازم تبدأ بالأخطر. شنو شي خطر على حياتك ممكن يوقف حياتك؟ لازم تبدأ به. أكو المهم وكل أهم، فابدأ بالأخطر. والاختصاص يعني الجودة. أنا أخوكم عدنان السمرمد. شخص يقول إن عمر والده 53 سنة، عنده انزلاق بالفقرة العنقية وخدر بجسمه الجهة اليسرى وخلل بالتوازن وقوة يمشي. يسأل أكو إلى علاج؟ ليس لدينا وزن الشخص ولا أشعات أو رنين يثبت وجود الانزلاق. الكلام لحد الآن خالي من العلمية لعدم وجود دليل، والدليل يعتبر مرشد. لكن شغلة واحدة أقولكم إياها، أول فكرة إجتني خليتها إنه هذه أعراض جلطة. يعني أنا بعد ما مستلم أي معلومة عنه، بس هذا دي يصير خبط عنده بين الجلطة والانزلاق. رايح الشخص يمكن وقايل له هسه نجي بالمعلومات. طبعا المعلومات الجديدة بعدين وراء الحاحي وصلتني معلومات يقول وزنه 95 كيلوغرام، طوله 185، والطبيب شخص انزلاق بالثالثة والرابعة والخامسة. هو مصاب بالسكر لكن مسيطر عليه وعلى الضغط، لكن أصيب بجلطة. انتبهوا أخوان، هنا يبدي يبين المسبب الرئيسي اللي ضارب الأعصاب. لكن أصيب بجلطة دماغية سابقا وتعافى منها نهائيا، هذا هو يقول. لكن قبل شهرين أخذ علاجات بدون فائدة، بل زاد الخدر وأرسل الأشعات والرنين. أرسل صورتين مهمة. هذه الصورة العليمنة تشوفوها، هاي صورة عادية، أشعات عادية ماخذها جانبية للرقبة، واليمها اللي على اليسرى هي الرنين، صورة أشعة الرنين. راح أكبر لكم إياها شوية على مود تفهمون إيش دا يصير. هسا إحنا عندنا الصورة العليا والصورة السفلى. الصورة العليا مخليكم بيها مستطيل، والصورة السفلى مخليكم بيها مستطيل الأحمر. الصورة رقم واحد، شوفوا الأمام بين عظام الفك والأسنان، هذا الأمام. والصورة السفلى مخلي لك جوة الخلف، صورة السفلى رقم 2. الصورة الأولى من تلاحظ أنه الرقبة صايرة عدلة، هذا ناقص تقوس باتجاه الأمام بسيط. لكن الدائرة الحمراء اللي سويت لكم إياها على ذن الفقرتين اللي هي C5 وC6، C تجي من cervical يعني الرقبة. لاحظوا الفقرة C5 شلون متمددة للأمام، يعني صاير بيها تكيف، هذا يسموه سبونديلوفيتين، يعني تكلسات طالعة من الفقرة بس وين؟ باتجاه الأمام. بالصورة رقم 2 يكون العصب الرئيسي اللي طالع من الدماغ واللي هو الأساسي، النخاع الشوكي. فإذا الفقرة C5 بالصورة رقم 2 طالعة متمددة شوية اللي قدام، هذا ما راح يأثر على العمود الفقري وخصوصا على الأعصاب. ننزل على الصورة رقم 2، أريدكم تنتبهون على C2 C3 C4 C5 C6 C7. بين C5 وC6 صاير تغير بشكل الفقرات، وهذا دليل على أنه ذني الفقرات متعرضات إلى ضغط عمودي فغير من شكلهم ولهذا تكيفت. لكن من دي قلت لس انزلاقات بالثالثة والرابعة والخامسة، أني أشوف هنا حسب الرنين أكو تمدد بسيط بالغضروف اللي واقع بين C3 وC4 بس. هذا زين، أنزل جوا أشوف بين C6 وC7 شوية تمدد، جوا C7 ثوراكال 1 يبين عندي هماتين أكو تمدد بسيط. لكن هل هاي التمددات تسبب هاي الأعراض اللي عند الشخص؟ السؤال يطرح نفسه، هل هذه الأشعات كافية لكشف المشكلة؟ الجواب كلا. السبب شنو؟ 70% من مسببات آلام الرقبة تكمن بأسفل الظهر وبالتحديد بالفرق بطول الأرجل، ما عدا في حالة الحوادث. احنا سألنا هذا الشخص عنده حادث؟ قال لا ما عنده حادث، عنده شوية سكر ومسيطر عليه. هسه
إذا القاعدة الأساسية مال أسفل الظهر ما صارت صحيحة، عمر العمود الفقري ما راح يصير بحركة مثالية. أي اعوجاج وظيفي يسبب خلل حركي في كل العمود الفقري. العمود الفقري ون يونت، ما تقدر تقسمه أسفل الظهر، منتصف الظهر، وأعلى، ما هيك شيء. العمود الفقري ون يونت، أي تأثير من أسفل الظهر مثل العمارة، إذا القاعدة مالتها صارت مو زينة الكل يتخربط. فانتبه أخي إنه إذا ما عرفت، يجب معرفة قاعدة العمود الفقري لفهم مشكلة الرقبة. أنت تحكي عن مشكلة الرقبة، كثير من الناس يعوفون القاعدة الأساسية اللي هي من أسفل الظهر ويروحون يركزون على الرقبة، ولهذا دائما تجاربهم تكون فاشلة. أنت لا ما تعرف القاعدة شلون صايرة، إذن القمة إيش راح تسوي بيها؟ ما راح تطلع نتيجة صحيحة. هنا عندك لازم تأخذ أشعات أمامية وجانبية على مود تعرف الاستراكشر مع العمود الفقري من وضع الوقوف الدايناميك، يعني لما العمود الفقري شايل وزن الجذع، وهنا تبدي تكشف المسببات الرئيسية. كتاب الموسوم مسببات آلام الظهر الغير مكتشفة لسنة 2020، موجودة مشاكل في جسم الإنسان حركية تأثر على ديناميكية جسم الإنسان، نكشفها إحنا بالبايوميكانيك. البايوميكانيك هو العلم الذي وضح كل شيء. يعني أنت إذا عندك مشكلة بالطب وما مقتنع بشغلة تشخيص أو كذا، من يحللك إياها؟ فقط البايوميكانيك، لأن الطبيب أكو أطباء خطية ما دارسين بايوميكانيك، هذا لا تعتب عليه. ابحث عن الرأي الثاني، من حقك. رحت الواحد قال لك عندك هيك وهيك، هسه أنت من حقك تروح تبحث عن رأي ثاني من شخص مختلف الاختصاص. فشي يقولوا second opinion، يعني الرأي الثاني الآخر اللي ينطيك ويوجهك، فأنت تبدي تقارن بين التشخيص الأولي والتشخيص الثانوي. هذا الكتاب يوضح لك تجربة 25 سنة في سويسرا وألمانيا شلون واحد يقدر يتخلص من المسببات حتى تختفي الأعراض، ويجيب لك إياها من الأرجل إلى أسفل الظهر إلى الرقبة. فحاولوا تشتروه، هذا موجود على الامازون.com، وتستفادون من معلوماته. باختراعي اللي حققت به هاي النتائج هو نقدر نكشف شلون دا يشتغل العمود الفقري من أسفل الظهر إلى الرقبة. وإذا القاعدة ما قدرت تضمنها وتقومها وتخليها صحيحة، القمة ما راح تستعدل. بالنهاية وأتمنى أنه هذا الفيديو قد فاتكم وقد نال رضاكم. تحياتي وتقديري، أخوكم عدنان السمرمن.